عامة بقى لما بنتكلم على الليبلز فور ايكويبمنت ايدنتيفيكيشن، لازم كل جهاز بيبقى عليه ليبل، والليبل ده يبقى هو الليبل الاساسي بتاعه. والمينيمم بتاع الليبل ده ان هو لازم يحط النيم اور تريد نيم اوف ذا مانيفاكتشرر، لو المانيفاكتشرر مثلا اسمه الشركه المصريه لكذا كذا كذا، وال مثلا التريد نيم بتاعها مثلا فرضا نسر مثلا، اوكي يبقى ممكن اكتب ده او ده، يعني اسم الشركه كاملا او اسم التريد نيم اللي هو له علاقه بيه. يعني مثلا شركه فيليبس، لا فيليبس ما اسمهاش شركه فيليبس، لو شفنا الاسم الكامل بتاعها ما اسمهاش شركه فيليبس، اوكي يعني برضو شركه، يعني كل الشركات اللي احنا بنسمع عنها دي هنلاقي لها اسم طويل كده، وهي الاختصار بتاعها او التريد نيم بتاعها هو اللي نعرفه. بعد كده نكتب ديستنكتيف كاتالوج اور موديل نمبر، لازم يبقى مكتوب. يعني مثلا نتكلم هنا دي اسم الشركه اهو جايدنت، او ده اللي هو التريد نيم يعني بتاعها. الموديل نمبر واضح جدا قصادنا 3120، اوكي. ولازم نكتب الالكتريكال ريتنجز بتاعها، الالكتريكال ريتنج زي ما احنا شايفين كده مكتوبه عندنا 100 ل 220 ل 60، 220 ل 240 50، وواضح ان برضو مكتوب فيها الامبير بتاعها في الحالتين دول كام. طبعا بيبقى في عندي كده سويتشبل باور سبلاي، يعني يا اما كده يا اما كده، ما هياش يونيفرسال، فلازم ابقى واخد بالي من حاجه زي كده. دي مهمه جدا طبعا، ان انا دي اول حاجه لازم اشوفها قبل ما اشغل الجهاز. ما ينفعش ان انا اجي اشغل الجهاز طبعا قبل ما ابص اشوف الريتنج بتاعته عامله ازاي علشان ما يحصلش مشكله. طبعا بتكلم على البوزيشن بتاع النون فانكشنال ماركينجز زي اللوجو مثلا بتاع الجهاز نفسه او كده، لازم ما تعملش ديستراكشن لليوزر علشان ما يعني ما اعملش كومبرومايز للايه، للكلير برزنتيشن اوف اذر انفورميشن. لو انا مثلا عندي جايدنت ده مثلا، يعني جايدنت مكتوبه بالشكل بتاع الايه، بتاع اللوجو بتاع اللي هو الشركه دي نفسها، موجوده بشكل بعيد شويه عن بقيه الانفورميشن تاني، بحيث ما بتعملهاش اي ايه يعني اي ابستراكشن، او يعني اقدر بسهوله ان انا ابص على بقيه الحاجات التانيه دي، ما يبقاش عندي مشكله ان انا ابص على الانفورميشن كلها كامله. طبعا ممكن بعض الـ يعني في بعض الاماكن ممكن يبقى فيه معلومات اكتر شويه المفروض تتحط. يعني بنتكلم مثلا على عشان السي اي مارك مثلا، لازم يبقى فيه عندي عنوان الشركه كامل، ولازم يبقى فيه عندي الويب سايت، ولازم يبقى فيه عندي معلومات اكتر عن الشركه شويه. وطبعا لو كان في عندي شويه وورنينجز طبعا بحطهم كمان في الليبل اللي هو بتاع الجهاز، اللي هو الليبل الرئيسي بتاع الجهاز دوت. اي جهاز لازم يبقى فيه الليبل ده، مفيش اي جهاز ينفع يبقى ماشي من غير ليبل بالشكل ده كده، اوكي. لان في ليبل ثانيه ممكن تبقى موجوده وممكن ما تبقاش موجوده، انما الليبل الاساسي بتاع الجهاز اللي هو فيه المعلومات الاساسيه اللي انا بقول عليها دي لازم يكون موجود في كل الاجهزه.